يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، واليوم راح نقرا تعليقاتكم الخاصة بمسلسل لكاسة. التعليقات هذه وصلتني قبل ما ينزل الموسم الرابع، الناس كانت رافعة طموحاتها وتطلعاتها، فخلونا نقرا التعليقات ونشوف يعني ايش قالوا الناس في لكاسة. الاول قال قول معي بيلا تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو. للأمانة الاغنية حلوة صراحة، اغنية ثورية ايطالية ما لها علاقة في المسلسل، ولكن تم استخدامها في المسلسل بطريقة ما وتم توظيفها بالشكل الصحيح واخذت السمعة اللي تستاهلها، بس ما لها علاقة في لكاسة، حط دي المعلومة في بالك. الثاني بيقول انا اللي قلت لك بحق فريندز انه خايس لا تتابعه، واقول لك الحين ذا بعد خايس اسحب عليه. جود وان. اللي بعد يقول مسلسل ما اخذ اكبر من حجمه وحق طعوس. ما له علاقة انه نصنفه للناس معينين، ولكن ممكن اخذ اكبر من حجمه، هذا اتفق فيه. التعليق اللي بعد يقول ما عجبني، سيناريو ضعيف جدا واكثر عيب انه مليء بالمشاهد الغير مناسبه. اتوقع قصده بالمشاهد الغير مناسبه يعني مشاهد فيها بلس 18 او اشياء للكبار فقط، ممكن استخدموها كاسلوب تسويقي للمسلسل وكان اسلوب رخيص او شيب. واحد يقول هو اللي دخلني لكاسا دي بابل الصراحه في عالم المسلسلات. اخي هذا مدخلك لعالم المسلسلات لكاسا؟ اللي بعده بيقول تابعت المسلسل كامل والصراحة من وجهة نظري ما يستاهل الضجة اللي عملها، بس يبقى عمل جميل وممتع، واللي لفت نظري التمثيل الرائع وأفضل موسم الأول وأضعف موسم الثالث، وبشكل عام كلهم ممتعين، أنصح الكل يتابعه. يعني الولد هذا fair enough، ما حب يلف ويدور. واحد بيقول مو مرة يستاهل الضجة اللي هم سويها، هو حلو بس بطيء وفي أشياء غير منطقية، هذا الكلام للجزئين الأولى. الجزء الثالث حلو بس ما احس غيروا فيه كثير، يعني تقريبا نفس المكان بس مغيرين يا سلام عليك، بس مغيرين الديزاين وواحد يغطي على مكان برلين، ما حبيت. شفتوا كيف؟ يعني واضح انه فعلا المسلسل قاعد بيترقع بطريقه جدا سيئه. اللي بعد يقول السلام عليكم، انا بقول لك انا شفت اول حلقه وما حبيتها بسبب المشاهد الاباحيه. اوكي، عذرا للكلمه، ولكن قطعته يمكن شهرين وبعدها قالوا لي كثير كمليه وراح يعجبك، وفعلا كملته وكنت مستمتع بالمسلسل، ولكن مستغربة من كمية المشاهد والكلام الإباحي اللي كان من الممكن الاستغناء عنه وتبقى القصة جميلة. كنت أحاول أعدل المشاهد والمشاهد كثيرة هي اللي سببت لي الملل، ولكن القصة مختلفة وجميلة. أما بالنسبة للبروفيسور أنا أشوف أنه أخذ أكبر من حجمه، لأن الممثلين الآخرين كانوا جدا ممتازين بالمقارنة معه. كنت أتمنى لو فيه تطبيق ينقح المسلسلات والأفلام من المشاهد اللي ما لها داعي وسلامتك. Well said, fair enough. اللي بعد يقول أنا دخل الأسفل في المسلسل البيض، حرام إيش السالفة؟ حرام إني ضيعت وقتي على مسلسل الشخصيات ما فيه بناء ضمن كلسنكي برلين. والله يا صاحبي ما أدري كيف، لكن يعني خلاصة كلامه إنه مسلسل تمطيط والشخصيات كذا ملغوصة فيه. واحد بيقول أنصح فيه لعشاق التحقيق والتشويق، أكشن مو بذاك القوة لكن فخم وغير متوقع، وخطط البروفيسور دائما واقعية وغير خير. لا كذا أنا أختلف معه، خطط البروفيسور دائما واقعية، أبدا ما فيهاش أي واقعية. اللي بعد يقول مسلسل وضيع حق مراهقين وطعوز ما يستاهل شهرته، واللي يختلف معي أنا مستعد أناقشه وأطلع له جميع السلبيات والثغرات الموجودة في هذا العمل القمامي، كلامي عبارة عن حقائق لا تقبل النقاش. يعجبني جرأتك ويعجبني ثقتك في نفسك، اللي عنده كلام وحاب يناقش الشيخ هذا يتفضل في التعليقات وإن شاء الله نرد عليكم ويش ويريكم الحقائق التي لا تقبل النقاش. اللي بعد يقول مسلسل عادي بالنسبة للفئة اللي ينتمي لها، الله بس ما ودك تتابعه لما ينزل الموسم الأخير. أنت بتسألني الموسم الأخير، أنا ماني قادر أتابعه، ماني قادر، ممل أحداء، ما أعرف هل العيب فيني أو العيب في المسلسل ماني عارف، بس ما شغلت الحلقة الأولى يا الله خلصتها، شغلت الحلقة الثانية يا الله خلصتها، الثالثة الرابعة بصعوبة ماني قادر أكمله، ماني بكمله بس متى الله أعلم. المسلسل الموسم الثاني كان عادي مع أنه كان فيه كم لقطة رخيصة بس نمشيها، وبعد الموسم الثاني بدأ الحل، ولا بعد مددوا المسلسل إلى 6 مواسم. شيت بياخة. اللي بعده يقول أو آخر تعليق يعني يقول أهلا دحوم، بصراحة وشيش دراك إني دحوم، بصراحة المسلسل جميل جدا من ناحية قصة وتمثيل وإخراج، وسبب ضجته الإعلامية هو إنه الكثير من العرب اللي ما يعرفوا مسلسلات أجنبية بدأوا عليه وعجبهم مرة بدون ما يشوفوا أعمال أخرى، يا سلام عليك، فصاروا يمجدوه يمدحوه كثير. بالنسبة لي مسلسل جميل جدا ومن أفضل مسلسلات السرقة والإجرام أكيد، لكن طبعا في أفضل منه كثير. هذا رأيي المتواضع متابعك ومحبك عبد العزيز سرحان. والله يا عبد العزيز سرحان كلامك يعني رهيب جدا،
كلامك منطقي وواقعي ومتزن، وهذا اللي نشوفه فعلا. في ناس ما يعرفون ايش يعني مسلسلات او ما قد تابعوا مسلسلات، ما هو عيبا فيهم بس ممكن كانوا متفرغين لاشياء ثانيه، دخلوا عالم المسلسلات على لكاسا قالوا واو بوم، زي اللي حصل مع بريزون بريك زمان في 2007 او 2005 ماني فاكر التاريخ بالضبط، انفجر لانه الناس ما كانوا يعرفوا ايش يعني مسلسلات اجنبيه، دخلوا على هذا المجال شافوا ذا المسلسل قالوا واو اتس فانتاستيك، وصار اللي صار في النهايه طلع مسلسل عادي زيه زي اي مسلسل ثاني ولكن بنكهه مختلفه. انتم قولوا لي ايش رايكم في المواسم كلها بشكل عام، موسم اول ثاني ثالث رابع، هل المسلسل فعلا يستحق هذه الضجه او هل المسلسل كان ناجح في البدايه وبعدين تحول الى قمامه، او هل المسلسل قمامه من البدايه الى الاخير؟ ما نعرف ايش قاعد اقول يا جماعه، ولكن اللي بقول لكم انه المسلسل مسوي ضجه، هل يستحقها او لا؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات. كان معكم الوجيه، في امان الله.